هتحطي الامير على الفلين وهتنصدم بجد من النتيجه، هتبهرك وهتوفري بقى فلوس كتير جدا. الفيديو كله افكار وتدابير منزليه حلوه جدا هتعجبك باذن الله. يلا بينا بقى نشوف اول فكره معانا ايه. تعالي بقى اقول لك، لو عندك بقى المخدات الفرو ديت او مثلا مفرش فرو او اي حاجه كده فرو تلاقيها بقى منعكشه كده معاكي ومتلع بك ببعض، هننعمها بقى معانا بمنتهى السهوله. هتجيبي بقى اي فرشه كده عندك وهتبداي بقى تسرحي معاكي الفرو. شايفين بقى الجمال بيرجع كده معاكي جديد واكنك لسه مشترياه وجايباه. بصراحه بيبقى شكلهم حلو جدا بس بيتنعكشوا كده على طول معاكي. فطبعا كده اول ما تلاقيهم متنعكشين هتبداي تجيبي بقى الفرشه وتمشي بقى عليهم بالشكل اللي انت شايفاه ده، بيبقوا زي الفل كده معاكي واكنك لسه مشترياهم وجايباهم. وطبعا بقى البواقي اللي في الفرشه دي بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. شايفين بقى الجمال، مفيش اسهل من كده. اتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. لو جايبه بقى كميه من الملوخيه وقرطفتيها معاكي بالشكل اللي انتم شايفينه ده ومش هتعمليها بقى دلوقتي وعايزه تحتفظي بيها في التلاجة، هنعمل بقى فكره حلوه جدا عشان نحافظ كده عليها جوه التلاجه لحد اسبوع او اكتر كمان، وهتفضل طازه وزي ما هي معاكي. هتبداي كده تجيبي الكيس وهتحطيها بقى جوه الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وانت بتقرطفي بقى الملوخيه معاكي سيبي الجزء ده فيها، عايزه اقول لك بقى هيخلي الملوخيه بتاعتك طعمها مسكر جدا وتقيله كده معاكي وليها عرق، هتبقى زي العسل معاكي. جربي بقى تسيبي الجزء ده فيها وهتدعي لي عليها. وهتبداي بقى تجيبي المعلقه المعدن ديت وهتحطيها بقى جوه الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واضغطي بقى على الكيس كويس جدا وطلعي كده منه اي هواء. واربطي بقى الكيس كويس جدا وبالشكل ده بقى هتحافظي على الملوخيه معاكي لمده اسبوع او اكتر كمان. عايزه اقول لك هنا بقى المعلقه المعدن حلوه جدا هتحافظ لك كده على الملوخيه بتاعتك. اتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. تعالي بقى اقول لك، لو زيت وقع منك في الارض بالشكل اللي انت شايفاه ده اوعي بقى تمسحيه ولا تجيبي فوطه ولا تجيبي منديل ولا تمسحيه خالص. هنعمل بقى فكره بسيطه جدا، هتبداي كده تجيبي معلقه كبيره من الملح وهتحطيها بقى على الزيت بالشكل اللي انت شايفاه ده، وافركي بقى كويس جدا كده ولمي بقى الزيت طبعا اللي وقع منك. شايفين بقى ما شاء الله لم كده معايا في ثانيه. افضل طبعا ما تجيبي بقى فوطه او منديل وتفضلي تمسحي كده في الزيت، وطبعا مش هيطلع معاكي بيبقى صعب جدا، لا جربي بقى فكره الملح هنا وهتدعي لي عليها. شايفين بقى ما شاء الله لم كده معايا بمنتهى السهوله، جربي بقى فكره الملح هنا وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هاتي بقى الامير والفلين. الفلين هنا مش صعب تجيبيه، هتلاقيه بقى في اطباق الورد اللي عندك كده على السفره. هتجيبي بقى منه قطعه صغيره وهتجيبي بقى انبوبه الامير. وتعالي بقى اقول لك هنفتحها ازاي. هتجيبي بقى البنسه وهتبداي بقى تفتحيها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي الطريقه الصح. وهجيب بقى معايا شفشق الخلاط، شايفين بقى مكسور خالص معايا ازاي. طبعا رحت سالت بقى عليه عشان اجيب زيه، قالوا لي ب 450 جنيه والصيني ب 350. طب وعلى ايه؟ هنلحمه بقى معانا بمنتهى السهوله وباقل التكاليف. وهجيب بقى معايا قطعة كده من الفلين انا عاملاها كده يعني بالطول، وهحط بقى قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول قطعة دي معايا هحطها على الحتة المكسورة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليها بالامير. شايفين بقى الامير معايا بيعمل فوران كده مع الفلين، الفلين صح معايا خالص. شايفين بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، بصراحة احلى لحام ممكن تلحميه للبلاستيك. وحطيت كمان القطعة التانية وهنزل برضو بالامير بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى بيسيح معايا خالص ازاي، احلى لحام ممكن تستخدميه بقى لمثلا لعبة بتاعت اطفالك او مثلا طبق كبير كده عندك واتكسر او صغير تلحميه بقى باللحام دوت، بجد اختراع. شايفين بقى جامد خالص معايا ازاي كده، بقى مش هشتري واحد، لا انا لحمته بمنتهى السهولة معايا وباقل التكاليف. في قطعه ثانيه برضو مكسوره كده مشروخه حته صغيره، حطيت عليها برضو الفلين وحطيت كده نقطه من الامير. شايفين بقى التفاعل روعه بصراحه، اختراع الفلين مع الامير. طبعا ما تنسيش بقى بعد ما بتخلصي بتقفلي برضو الامير تاني بمنتهى السهوله كده، واول ما تسمعي صوت التكه كده يبقى هو اتقفل معاكي وبقى تمام وتقدري تستخدميه تاني، مفيش اي مشكله. ما تفتحوش بقى من فوق تاني، طبعا بتبوظي كده المقص معاكي، لا الطريقه ديت افضل بكتير. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. اتمنى بقى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. ازاي بقى نخلي البصل معانا طعمه مسكر وحلو كده واحنا بناكله وفي نفس الوقت ما يبقاش حراق؟ طبعا بناكله بقى مع رنجه، مع عدس، مع فول، مع بصاره، مع اي حاجه. لما تيجي بقى تشتري وتنقي كده البصل الكبير معاكي، هاتي بقى الصغير ده معاكي. الصغير ده بقى بلدي وبيبقى طعمه مسكر وطعمه تحفه. هجيب بقى السكينه وهبدا كده اقطع معايا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وهتتقشر بقى معايا بمنتهى السهوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا القشره بتاعتها بتبقى رقيقه جدا، هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. شايفين بقى جمال البصله تحفه.
كده قشرت بقى معايا البصل كله وغسلته بقى كويس جدا تحت الحنفيه، شايفين بقى الجمال. هبدأ بقى كده اجيب معايا ليمونتين كبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقسمهم معايا بالسكينه وهعصرهم بقى كويس جدا على البصل. كل ما تكتري بقى الليمون على البصل هيضيع لك بقى اي حرقان، مش هيبقى حراق بقى معاكي وانت بتاكليه. الليمون بقى هنا اختراع على البصل، هيضيع بقى الحرقان نهائي. طبعا البصل الصغير ده بقى عشق، يعني بصراحه بيبقى طعمه تحفه مسكر كده، وساعات بقى بتلاقي فيه حراق، فطبعا نعمل بقى فكره الليمون ديت عشان ما يبقاش حراق. وكمان بقى ما ننساش اهم حاجه كده، نحط معلقه كبيره من الخل. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ هتاكلي احلى بصل. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي، واتمنى بقى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. اول كده ما بنخلص بقى الاكل معانا بتلاقي البوتاجاز اتوسخ خالص معانا. هنعمل بقى فكره بسيطه جدا وسهله، هتبداي بقى تجيبي معلقه كبيره من الكربوناتو وهترشيها بقى على البوتاجاز بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وهنزل كمان بربع كوبايه من الخل على الكربوناتو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى التفاعل اللي بيحصل هنا؟ بقى الكربوناتو مع الخل رهيب في النظافه، هينضف لك بقى البوتاجاز معاكي بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت كده هيخليه لك بقى بيلمع وزي الفل. واحلى حاجه بقى تنضفي بوتاجازك كده وهو سخن معاك، يعني اول كده ما تخلصي الاكل تشيلي بقى الحوامل وتنضفيه على طول. وهبدا بقى احط برده الصابون السايل معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبتدي بقى اجيب معايا السلك الخشن ده، عايزه اقول لك بقى رهيب في التنظيف، هينضف لك بقى البوتاجاز معاكي وهيخليه لك كده بيلمع، اي بقى صدى اي حروق اي دهون كده هيشيله معاكي بمنتهى السهوله. وطبعا بقى البوتاجاز بيبقى سخن كده معاكي بيبقى سهل وبسيط جدا تشيلي بقى اي دهون اي حاجه كده تطلع معاكي بمنتهى السهوله وما تتعبكيش. بصراحة الخل هنا مع الكربونات هينضف لك بقى البوتاجاز وهيخليه لك كده بيلمع معاكي بمنتهى السهولة، شايفين بقى الجمال؟ مفيش أسهل من كده، لازم كده ننضف حاجتنا أول بأول عشان خاطر تبقى نظيفة معانا على طول، يعني ما نسيبهاش كده تتراكم بقى ويبقى فيها كده دهون وما نعرفش نشيل العين بتاعتها، لا، الأفضل بقى تعمليها أول بأول كده، كل ما تخلصي الأكل تنضفي كده وراكي عشان تبقى الحاجة معاكي نظيفة كده وزي الفل. إيه رأيك بقى في الجمال ده؟ طبعًا كده بعد ما بتخلصي بقى وتمسحي البوتاجاز كله بتجيبي بقى فوطة قطن طبعًا، يعني تبقى تتشرب كده الميه عشان خاطر ما تجيرش معاكي، وتبداي كده تبليها حاجه بسيطه جدا وتمسحي بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتلاقي بقى البوتاجاز بيلمع معاكي مش مجير، لا هتلاقيه كده بيلمع وزي الفل. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. اول كده ما معجون الاسنان يفضى معاكي اوعي بقى ترميها، دي كنز في بيتك، هنعمل بقى افكار فظيعه في الفيديو هتعجبك جدا باذن الله. اول حاجه بقى هتقطعيها معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، طبعا نستفاد كده بالجزء اللي جوه عشان خاطر ما نرميهوش، لا هنستفاد بيه، اي حاجه كده في بيتنا هنستفاد بيها بدل ما نرميها. هنبدا بقى نقصه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتبداي بقى كده تجيبي فرشة سنان تكون كده قديمة عندك ما بتستخدمهاش، وهنبدأ بقى ناخد من المعجون، شايفين بقى كمية المعجون اللي كنا هنرميه؟ لا هنستفاد بيه. وهبدأ بقى اجيب المكوة معايا وادعك بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا المكوة معايا هنا سخنة. طبعا بقى في أي حروق أي صدى كده في المكوة وتلسع معاكي الهدوم هتبقى زي الفل معاكي، أهم حاجة كده تبقى المكوة معاكي سخنة وانت بتدعكي فيها المعجون، وهتسيبيها بقى ربع ساعة وامسحي وهتشوفي بقى المكوة تحفة. هبدأ بقى اجيب معايا قطعة تانية وهقصها بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالمقص، شايفين بقى كمية المعجون؟ لا بدل ما نرميها هنستفاد بيها. وابدأ بقى اجيب معايا الكوتشي او الجزمة او مثلا شنطة اي حاجة بيضة عندك كده واتوسخت معاكي واتبهدلت، المعجون بقى ده سحر بجد، سحر في التبييض وفي التنظيف كمان، هينضف بقى معاكي حلو جدا وبسرعة. طبعا الحاجات البيضة بتتبهدل معانا على طول كده وبتبقى صعب فيها التنظيف. هبدأ بقى احط على الجهة التانية بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا معجون السنان دوت ليه استخدامات كتير جدا وبينفعنا بصراحة، بيبيض كده وبيسرع معانا وبيخلي بقى الحاجة اكنها جديدة معانا وزي الفل، يعني مفيش اسهل من كده، من حاجة كنا هنرميها لا هنستفاد بيها. وابدأ بقى اجيب معايا الفرشة وادعك بقى كويس جدا، عايز اقولك بقى هينضف معاكي بمنتهى السهولة، الفكرة هنا بقى جميلة جدا، جربيها بقى بنفسك وهتدعيلي عليها. شايفين بقى خلينا الكوتش معانا جديد وزي الفل واكنك لسه مشترياه وجديد معاكي، من ايه؟ من بواقي المعجون، يعني بصراحه مفيش اسهل من كده، المعجون هيخليلك بقى الحاجه ترجع معاكي جديده وزي الفل. وهنجيب برضو المعجون والفرشه وهنمشي بقى على الفواصل بتاع السيراميك نفسها بالشكل اللي انت شايفاه ده، طبعا الفواصل دي بتبقى مسوده جدا معانا كده ومصفره وبتبقى مدهننه كده طبعا المطرح المطبخ وكده، فطبعا هنعملها بقى بالمعجون كده والفرشه هتبقى سهل جدا علينا كده وهترجع معانا كده نظيفه وزي الفل وبدون اي مجهود ولا تعب. وطبعا ممكن تعملي الفكره ديت في الحمام، برضو في الحمام كده عندك هتلاقي الفواصل هتلاقيها ما بينها مسوده، اعملي بقى فكره المعجون ديت وهتعجبك جدا.
وهجيب برضو قطعة وهبدأ أقصها معايا، وهجيب بقى الفرشة وهبدأ بقى أخد المعجون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المعجون بيبقى ليه استخدامات كتير جدا، احنا كده هنعمل كام استخدام في الفيديو. وهبدأ بقى كده أجيب الفرشة وهدعك بقى الضوافر معايا كويس جدا. عاوزة أقولك بقى المعجون هنا هيخلي بقى ضوافرك بيضة جدا معاكي وهيشلك بقى أي صفرار. واخر بقى استخدام هنجيب بقى السكينه او المقص او اي حاجه كده عايزه تسنيها، وهتبداي بقى تحطي المعجون على الحرف بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتجيبي بقى المج وهتقلبيه على الناحيه التانيه، وهتجيبي بقى السكينه او المقص وابداي بقى سني بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه اقول لك بقى هنا المعجون هيخلي لك السكاكين او المقصات معاكي حاميه جدا. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعي لي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله باذن الله.